مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده النهارده. طبعا النهارده عندي كذا تهنئه، على فكره تهنئه بمناسبه اول غره جماد الاخر. ربنا يبلغنا رمضان بخير يا رب، كل المسلمين وكل امه محمد بخير وكل المصريين بخير. عيد الشرطه النهارده طبعا لنا واقفه معايا، يعني تهنئه كده ولمسه بسيطه من كاست البرنامج كله. المخرج طبعا بعت التهاني، المخرج وليد عماره، شركة جو برودكشن، جو ميديا برودكشن، مستر محمد رمضان، مستر محمد الملكي، المصور محمد، كل فريق العمل خلف الكاميرا بيقدم تحية تقدير واعتزاز وفخر بشرطة مصر والعام 68. يا رب العمر كله ليكو، يا رب دايما تبقوا رجالتنا، يا رب دايما يعم الأمن والأمان في مصر كلها وفي كل بلادنا العربية. كل مواليد كمان يناير عايزه اقول لهم كل سنه وهم طيبين، لانهم امارات، مش عايزه اقول ايه بسبب ولادي، يعني كل سنه طيبين بسبب عيد ميلادهم. النهارده بقى ايه، يعني انا مش عايزه اقول بقى في قصه عايزه ابداها، مش عايزه اقول اسال استشر، هستاذن الفتره دي، يعني الفقره دي سوري النهارده هخلصها من البرنامج، عشان معايا بطله خارقه امتهنت مهنه ممكن بعض الرجال ما يقدرش يمتهنها، او بعض الرجال يخاف منها او يخشى منها. هي ست فاضله، ست بسيطه، جميله جدا في ادائها، في حبها لاولادها، في تعبيرها عن انها تبقى نموذج مشرف، ان تبقى فخر لكل القريه بتاعتها او المدينه بتاعتنا. مش عارفه ممكن ننزل بتقرير مستر وليد نشوف الاول المهنه. اوكي، طب ننزل نشوف التقرير. أظن يعني قصة كلنا لازم نقف لها احترام وتقدير وفخر. أنا قبل ما أعمل لها مداخلة حاسة فعلا إن ممكن أقول الست تبقى رائدة فضاء، تبقى طبيبة، تبقى دكتورة، تبقى بطلة في ألعاب القوة، إنما تبقى مبيضة محارة لا، صعب بجد. أنا يعني شدتني جدا وجذبتني قوي، وبساطتها وحبها لمهنتها وحبها لأولادها وحبها لأسرتها، إنها تبقى إيد بإيد هي وزوجها أو مع زوجها أو تبقى خلفه أو تبقى جنبه. دي بصراحة فخر لينا كلنا يعني. فياريت مستر وليد معانا على التليفون. اوكي طيب اوكي. الو ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي علي صوتك شوية. ام اسراء. ايوه ام اسراء معايا. ازيك يا ام اسراء، عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الله يخليك. لا بجد ربنا يخليك، انا فخوره بيكي جدا. ربنا يخليك والله العظيم. مش القريه ولا المدينه، هي من قريه بمم صح، تلا المنوفيه. مش القريه بس اللي فخوره بيكي، احنا كلنا فخورين بيكي، الوطن العربي كله هيبقى اكيد فخور بيكي. هي ست المصريه، ست جدعه وصبوره، وست العربيه كلها بصفه عامه يعني، بس انا بحس ان الست المصريه بتتحمل الصعاب قوي. انا عايزه اسالك سؤال ام اسراء، سامعاني؟ الو الو، اتصال اتقطع. ماشي،
الشبكه، معلش النت عندها من قريه، فالقريه بعيده عن يعني عن الشبكات وكده. طبعا هي بتقول بقالها اكتر من 20 سنه، على فكره هي بتتصل بيا، معلش انا بعتذر، بتتصل بيا على الفون. مستر محمد الاتصال اتقطع. طب يا فندم، هي بقالها قالت لي بقالها 25 سنه اتصلت بيها، ما قدرتش الحقيقه اعمل تقرير عشان يعني كان ظروف الشتاء الفتره اللي فاتت دي، فما قدرتش اروح القريه. فقالت لي بقالها 25 سنه هي طبعا لجأت للمهنه دي، لقت زوجها بيمتهنها يعني، فاتعلمت منه، بقت تشيل معاه الرمل، ترفع وتشيل طوب، تطلعوا الادوار. انا استغربت بصراحه، يعني انا استغربت ان قوه سوري انها ممكن تشيل كمان طوب وكده وتطلعوا الادوار، قوه احتمالها او قوه مصابرتها وصبرها على شغلها، ده اللي خلاني يعني وقفت قدامها او قدام النموذج ده. يعني انا شفت فعلا بتسوق تاكسي، ممكن بتسوق نقل، لكن مبيضه محاره وطرت السقف وكده. قالت لي كمان بتلجأ للفتره دي لما بتلاقي ما فيش شغل عندها في ايام المحاره والحياه واقفه، فبتقول لي بروح اقلع بطاطا بنفس اسلوبها البسيط الجميل، اقلع ذره، ازرع فاصوليا، ازرع خضروات. فقالت لي انا عندي يعني 4 اولاد، عندها بنتين، بنت في الدبلوم. انا هسالها يا رب يبقى في اتصال ونعرف نتواصل معاها، يعني هي ما قدرتش تيجي عشان النهارده عندها، بتقولي انا كنت في الغيط وكانت بتقلع بطاطا، فما قدرتش اليوميه عندها يروحي محسوبه، فما قدرتش انها تيجي يعني تشرفنا في الاستوديو. هي بتقولي عندها بنتين وولدين، البنت في دبلوم زراعي ثالثه، وبنت في اعدادي، وولدين صغيرين. الجميل بقى في القصه ان ابنها مصطفى كده صغنن، يا رب يكون بان في الفيديو، بيعمل العجينه معاها بتاعت المحاره او المونة دي، وهو اللي بيناولها لها، بيجي من المدرسه، الولد صغنن جدا يعني. فعملت رجاله وبتعمل رجاله فعلا يعني، ربنا يا رب يديها الصحه، ويا رب تكون نموذج مشرف لكل ست بتكافح، وكل ست ما تقولش لا انا تعبت وانا بعمل كذا. الواحد لما بيعمل حاجات لاولاده بيحس ان هو عمل انجاز، والله بيعمل لهم شويه سندوتشات وحاجته والاكل ويروح الشغل وجي، بحس ان هو عمل انجاز. لكن هي بتقول بتقوم الصبح بترجع لهم دروسهم على فكره، وتفطرهم، وتنزل الغيط لو ما فيش شغل محاره، او تنزل المحاره بتاعتها، ترجع بليل نفس الوضع. فيعني قصه بصراحه محتاجه مننا كلنا ان احنا نقف لها تحيه وتقدير ليها. انا بس بجد كان نفسي يعني نتواصل منها على الهوا وتسمعوها. يا رب يا رب. ماشي يا مستر وليد، ماشي يا مستر، تسلم يا رب. طب في تقرير تاني عند حضرتك يا مستر وليد؟ مستر وائل. طيب يا رب. ماشي. الو ام اسراء. السلام عليكم. ايه يا جميله يا حلوه انت، الله يخليك. قطع الشبكه من عندك مش حلوه؟ ايوه. يا حبيبتي ولا يهمك، انا بس عايزه عشان الناس كلها عايزه تعرف بقى، انت ايه اللي خلاكي تمتهني المهنه الصعبه دي؟ ايه اللي خلاكي تختاري المهنه الصعبه بتاعت المحاره؟ ويعني ليه ما اخترتيش مثلا ان انت تبيعي بيض، تبيعي جبنه زي كل الرفيات عندك؟ اشمعنى المهنه الصعبه بتاعت الرجال اللي ممكن الرجاله بتهرب منها، بيطلعوا سقاله، بيطلعوا كده يعني؟ يعني كل ده فيه خطوره عليكي، انت ما خفتيش؟ لا ما خفتش والله، بس انا بقت ربنا اكرمني وتعلمتها اهو، بقالي 25 سنه فيها، ربنا كرمني. معلم يروح يصلي اروح امسك بدل الشغل اشتغل، معلم يكفي لا اروح امسك اروح اشتغل بدل، لحد مره في مره لحد ما ربنا كرمني وتعلمتها، وجوزي كان شغال معايا فيها برضك، والحمد لله بقت اخد منه فكره كتير، وبقى واقف جنبي وانا شغاله، بقى مبسوط بيا بصراحه. برافو عليكي، برافو عليكي والله، ربنا يفتح عليكي ويديك الصحه يا رب. انت عندك كم ولاد يا ام اسراء؟ انا قلت بس في الاول، بس عايزه اسمع منك عندي كم اولاد، ولادك قد ايه؟ اربعه. عندي اربعه، بنتين وولدين. البنتين قد ايه؟
بنتين على وش جواز، بيجي لهم عرسان. ربنا يا رب يسعدهم. ربنا والولدين؟ يخليك. والولدين في سنة رابعة وأولى ابتدائي. ما شاء الله. مين بقى مصطفى اللي أنا شايفاه في الفيديو بيعجن أيوه معاكي؟ ده مصطفى. اه ده اللي في سنة كام بقى؟ ده كبير، ده في رابعة، يا حبيبي رابعة ابتدائي. هو بيخلص المدرسة ويجي ويجي لما اكون يساعدك؟ محتاجاه، لما اكون محتاجاه بقول له انا عايزه اساعدك يا ماما ريحك شويه، يا حبيبتي فباخده معايا. حبيبتي ربنا يسعد ايامك وقلبك يا رب. الله طب يخليك. انت بقى امنيتك ايه؟ انت قلت لي انا عندي امنيه بس عايزاك تقوليها كده، ايه الامنيه الوحيده اللي انت بتتمنيها؟ انا امنيتي ان انا بتمناها ان انا لسه اسطر بناتي واجهزهم يا رب. لاني يعني قدرت، يعني بقى لي 40 سنه دلوقتي، ونفسي الصراحه ان انا يعني ربنا يكرمني. انت صغيره على فكره، انا بتقولي ان انت 25 سنه، يعني انت كان عندك قد 15 سنه وانت بتشتغلي في المهنه دي صح؟ ايوه انا طول عمري شغاله، من قبل ما اتجوز وانا شغاله في المهنه يا حبيبتي. من قبل ما اتجوز وانا شغاله في المهنه دي الوحيده اللي انت يعني كان باباكي موجود، ربنا يا رب يخليهم، يعني كان موجود وانت لجأت ان انت تروحي تعملي محطه، تطلعي تبيضي محاره وتطلعي السقف وتطلعي السقاله. هي في الاول كنت في الاول بشغل بنايين، وبعدين لما لقيت شغله المباني ديت صعبه عليا رحت اشتغلت في المحاره ديت، فربنا كرمني مره في مره وتعلمتها عشان خاطر ان انا يعني اعرف اجيب قرش لعيالي برزق حلال وكده. ربنا يديك الصحة، ربنا يديك في الصحة. نفسي بقى بصراحة ان انا يعني ربنا يكافئني ان انا يعني تطلعوا لي معاش اصرف منه، لان انا عندي 40 سنة ما اقدرش ان انا اتعب، وكنت مكسورة واقعة من على السقالة قبل كده، ظهر مكسور يا حبيبتي. تكافل وكرامة يعني. لدرجة الدكاترة كانوا بيقولوا لي جرد المية ما بتعرفيش تشيليه. فربنا كرمني وقدرت ان انا اشتغل، وخد بيدي قدرت اشتغل في الشغلانه ديت الصعبه دي تاني. بس طبعا بقى لما تم ال50 مش هقدر اشتغل فيها بقى، الحمد لله. فانا نفسي يعني تعملي له معاش وكده اصرف منه واقدر ان انا اجهز عيالي واسطرهم. طب انت ما قدمتيش معاش اللي هو التكافل الكرامه ده؟ ما قدمتهوش؟ لا انا بصراحه ما جريتش عليه ولا. ايوه انا كنت ملهيه بقى في الشغل في اللي انا فيه ده، وان انا اقدر على عيالي يعني اقدر اجري عليهم وكده. ايوه الستات في القريه بقى بتقول لك لما بتحس كده ان انت بتبيضي محرقة او بيجيبوكي ويقول لك تعالي اعملي لنا السقف، بتحس ان هم فخورين بيكي؟ انا محدش عايز يقلدك وقال لك اجي اعمل معاكي المهنه، يعني في ست ولا انت ست الوحيده في القريه بتاعتك يا ام اسراء اللي بتعمل بتبيض المحاره؟ الحمد لله يعني الناس عامه كلها دلوقتي كلهم مفتخرين بيا ان انا انت شغاله جميلة. كده، وبشوف انت جميله بيبقوا مبسوطين. حبيبتي انت جميله، ربنا يديك الصحه يا رب. بس انت كنت قايله لي كمان امنيتك انك تعملي عمره صح؟ ايوه ربي يكتبها لك يا رب، يكتبها لك ربنا، يكتبها لك. نفسي افرح من قلبي والله. يا ربنا يفرحك، يسعد قلبك يا رب، يسعد قلبك يا حبيبتي يا رب. بصي يا ام اسراء، انت انا عايزه بس كده يعني بسيطه، كلمه بسيطه تقوليها لي قبل ما اختم معاك الحوار. تقولي لي على الاقل اليوم بتاعك اول ما بتبدي بتقومي الساعه كام الاول من النوم؟ الساعة 6 الصبح. 6 الصبح تقوم مثلا تصلي الفجر وتعملي ايه بقى؟ قولي لي يومياتك كده، اليوم يوم بسيط كده احكوا. بقوم اصلي الفجر الساعة 6 الصبح، بقوم اصلي الفجر واشوف عيالي لو فيش هجيبه، واجهز اشوف عيالي عايزين احضر لهم فطارهم، وبعد كده بقى الساعة 8 ابدا اروح الشغل. تمام زي الفل. اكمل يومه بقى كله في الشغل بقى. ترجعي الساعة كام؟ ترجعي لهم الساعة كام؟ برجع لهم الاذان المغرب. على المغرب. تكوني انت بقى مجهزه الاكل وجايه بقى محضره لهم اكلهم وشايفه مذاكرتهم. أيوة انا شايفاكي في التقرير بتذاكري لهم كمان. ايوه الحمد لله. بتعرفي تقري وتكتبي يعني؟ على قد كده الحمد لله. ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يديك الله الصحه. يخليك. طب الولاد ما بيقولكيش حاجه ماما؟ لا البنات مثلا يا ماما احنا مش عايزينك لا والله البنات عارفه وبيشوفوا فيديوهات ومبسوطين بيا جدا وفرحانين بصراحه. والله مصر كلها هتلاقي الوطن العربي كله فخور بيكي. حتى جوزي بيقف يدعمني والله، وانا بشكر جدا احمد الرداني دايما واقف معايا ومساندني. ربنا يخلي له عياله يا رب ويبارك له فيه. ربنا يخلي كل الناس والله. الطيبه انت تستاهلي كل الناس والله تقف جنبك وتساعدك بعد ربنا سبحانه وتعالى. انت ست فخر لكل ست مصريه والله، انت تتعلم منك يعني. ونفسي بقى ليا طلبين. قولي لي. انا نفسي اقابل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا اشكره رب. جدا ودايما احنا واقفين معاه، لان في ناس بيقولوا عليا ان انا ما اشرفش، فانا نفسي ان انا اقابله واشكره واسلم عليه واقول مدام، وليا طلبين هقولهم له هو مخصوص. ان شاء الله لما اقابله يا رب، لو ليا نصيب ان انا اتمنى يا رب. انا هوصل له يا رب سياده الرئيس يكون شايفنا او اي حد.
يوصل لريس ان ام اسراء نفسها تشوفك يا ريس، احنا عارفين قلبك قد ايه كبير وقد ايه بتحترم الست المصريه. تحيا مصر ام الدنيا، وهتفضل قد الدنيا. ام اسراء يا مصر تحيا. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا مش عايزه انهي معاك اللقاء، بس كان نفسي، كان نفسي بجد تيجي، كان نفسي تيجي النهارده معانا، ووعد بقى ان انا هاجي لك مكانك، بس طبعا كان الشتاء والفتره اللي فاتت بجد ما قدرتش اصور تنوريني معاكي. والله على دماغي فوق ربنا والله يخليكي، تنورني. انت اللي بتنوري الله وتشرفي يخليك كل والله، بلد. وبشكركم جدا والله. انا اللي شاكره ليكي ولحضورك الجميل، وربنا يخليكي ويسعد لك ولادك ويسعد قلبك وتحقق لك كل امنياتك. كل الشكر ليكي والله العظيم يا اسراء. انا طبعا بعد ما شفته او سمعته كمان ام اسراء وشفته التقرير بتاعها، هي رسالة، هي بتوجه رسالة لكل ست لما بيحصل زجر كده، او الواحد بيتضايق ويقول لا الواحد تعب، الواحد بيعمل كذا، الواحد لما بيجي يعمل حاجة لولاده او للبيت بيحس ان هو تعب قوي، او في شغله. لا، هي ام وزوجة صالحة، ربنا يكرمها ويديها الصحة، وبرب كل اللي حواليها، ومرأة عاملة يعني ايديها في المونة يعني في الرمل بتاع. انا مش متخيله ان ست فعلا كل يوم تبقى ايديها في عز الساعه كده في القصعه وفي الحاجات اللي بتعملها دي. فانا مش عارفه اقول لها حاجه غير انك بجد انت يعني قدمت رساله جميله قوي قوي، ونموذج مشرف لكل ست مصريه. ومش عارفه اقول ايه غير ان فعلا الرزق الواحد لازم يعني يسعى له. النصيب واحنا قاعدين ما بيجيش، او الرزق ما بيجيش، لازم احنا اللي نطلبه. هو في رزق ربنا بيبعته لنا، يعني في رزق احنا ما بنطلبوش ربنا بيبقى بعته، ده بيبقى يعني فضل من ربنا، لكن في رزق لازم نسعى له. فاحنا بنقول لكل ست بجد، ام اسراء دي بتمنى ان انت تكوني نموذج لكل واحده متضايقه حتى من الحياه الصعبه وكده، تحس ان فعلا في حياه اصعب، لان هي فعلا يعني سلطنا الضوء على نموذج كان لازم كل مصر وكل الوطن العربي يشوفها. انا بشكركم وبشكر كل القائمين على العمل، وبقدم كل تحياتي طبعا زي ما قلت لاعياد الشرطه، كل سنه وهم طيبين بمناسبه اعياد الشرطه، ولجيشنا القوي الف تحيه والسلام، وللرئيس يا رب يا رب ان شاء الله كده طبعا يعينك على مهامك، وتكون النهارده اي حد يوصل لك صوت ام اسراء. وبشكر شركة جو ميديا، وبشكر مستر محمد الملكي ومخرجنا العظيم وليد عمارة كل الشكر والتقدير، والمصور الكبير أستاذ محمد، وكل حبايبي. وإن شاء الله لقاءات أخرى، وبتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، أو تكون سلطت الضوء على نموذج مشرف من نماذج مصر. هي مصر كلها طبعا ولادة، وكلها خير، وكلها ناس جدع، والستات جدع، وأقول الخارقات قادمون. شكرا يا فندم، شكرا، ميرسي جدا، وأشوفكم على خير يا رب إن شاء الله. باي باي. We'll be right back.